كان في سيرفي عاملينه على موقعنا عرب هاردوير دوت نت، وكنا بنطلب من الناس شيء بسيط جدا، انت عاوز ايه؟ سريعا كده، انت كنت بتسالنا سؤال واحنا بنجاوب عليه في حلقات منفصله، ومن ضمن الاسئله دي كان سؤال شخصي ليا. السؤال كان من معز احمد: استفدت ايه من كليه التجاره، وازاي اتعلمت الهاردوير، وازاي استفدت من الهاردوير في حياتك العمليه؟ بالنسبه ليا، اتعلمت الهاردوير عن طريق القرايه والتجربه، وكنت قلت في حلقه فاتت اني اشتغلت 4 سنين في مجال المبيعات، فاحتكيت بكل الناس بدايه من اصحاب الميزانيات البادجت للمتوسطه وحتى الهاي اند، حتى الشركات اللي بتجمع اجهزتها عشان تحطها في ريندر فارم. اما استفدت ايه من الهاردوير في حياتي العمليه، اني بشتغل في اكتر حاجه بحبها وبهتم بيها بعد فريده بنتي. تواجدي هنا في عرب هاردوير اداني فرصه كبيره جدا اني اجرب قطع الهاردوير قبل اي حد تاني واقول فيها رايي كمان، ودي حاجه بتحمسني جدا، وده خلاني اقرا اكتر واكتر في الهاردوير وابص للهاردوير من اكتر من زاويه مختلفه، وحابب اشارك الكل الحاجه اللي اتعلمتها. اما استفدت ايه من كليه التجاره ولا حاجة الحقيقة. موضوع تجارة ده بحاول اشبهه بحاجة بتحصل من كام يوم كده ليها علاقة بعملاق كروت الشاشة، الشركة اللي محدش عارف يكلمها، انفيديا. لا شك ان سيطرة انفيديا على السوق ده يديها الحق في انها تعمل اللي هي عاوزاه، بس السوق كله في جيبها، تنزل كروت جديدة، تدعم تقنيات جديدة على سوق المستخدمين زي الري تريسنج والدي ال اس اس، لكن مفيش العاب كانت بتدعم التقنيات دي بشكل كامل، فنضطر نستنى تقريبا 6 شهور بس عشان نلاقي لعبة واحدة بتدعم التقنيتين مع بعض، والاهم من ده كله انها تكون بلايبل. قبل كده كان اي تواجد للري تريسنج في اي لعبة بس لوحده كانت تجربة مش لطيفة، لان معدل الفريمات بعد تفعيل التقنية دي ما كانش هيخلي اللعبة بلايبل خالص. لكن الموضوع غير في معرض سي اس 2019 في يناير اللي فات، لان انفيديا في مؤتمر ليها تعلن عن ان الموضوع هياخد منعطف مختلف، وهنلاقي تواجد اكتر للدي ال اس اس في الالعاب مع الري تريسنج. وكان الاعلان الاهم ان فريمات اللعبه قبل الري تريسنج هتبقى زي فريمات اللعبه بعد تفعيل الري تريسنج والدي ال اس اس مع بعض. كل الفتره دي ما بين الاعلان عن الجيل الجديد وما بين الاعلان في المؤتمر ما كانش فيه لعبه واحده تدعم التقنيتين جوهر معماريه تيورينج مع بعض. طبعا الموضوع خد شويه من بعد الاعلان عشان يكون موجود في لعبه زي باتل فيلد 5، فبعد التحديث ودعم التقنيات الجديده كلها الاداء مش قادر اقول انه كان مرضي. اي نعم كان في زياده في الاداء عن الوضع الاول، لكن خد بالك من الحته دي ان الوعد ما اتحققش بنسبه 100%، وده لحد ما مش صدمه كبيره، لان المطورين اللي قرروا انهم يدعموا التقنيه دي قرروا ان وقت الاطلاق بتاع اللعبه لازم يكون في دعم للمستين مع بعض، فدي حاجه كويسه في اي لعبه او اي مطور يخطط انه يدعم تقنيات الجيل الجديد. علاقة بقى تجارة بانفيديا تخص الفئة الجديدة من الكروت الجي تي اكس 16 اللي بتضم حتى الان 1660 تي اي وال 1660 نام تي اي، اسامي كروت ملهاش اي علاقة بتسمية الجيل الجديد، زي بالظبط معرفش ايه اللي وداني تجارة. المهم انا لن ابكي على اللبن المسكوب، الكارت الجديد الجي تي اكس 1660 مفيش منه نسخة فاوندرز اديشن زي الكارت الاعلى منه في الاداء ال 1660 تي اي. انفيديا سابت مصير التبريد في الكروت دي في ايد الشركاء ليها مثال زوتك وايسوس وام اس اي وجيجا بايت وما الى ذلك من شركات، ودي حاجة مش وحشة خالص. مع دخول الصيف المشمس هنشوف جدوية شراء كروت افتر ماركت او كروت قياسية التصميم. المهم ان الكارت الجديد بيجي برامات بحجم 6 جيجا بايت من نوع جي دي دي ار 5 القديمة، وبكده اخر الكروت اللي هتدعم الرامات الجديدة اللي هي الجي دي دي ار 6 هيكون 1660 تي اي لحد دلوقتي. ودي نقطة حلوة لقدام لكروت الفئة الاقتصادية في حجم الرامات، بدل 2 جيجا و4 جيجا احنا ابتدينا بليفل الوحش 6 جيجا، ده غير ان السعر المقترح من انفيديا بداية من 220 دولار اي ما يوازي 934 درهم اماراتي، 953 ريال سعودي، و 4400 جنيه مصري. الاسعار دي بالتقريب طبعا، لان الاسعار ممكن تختلف على حسب النسخه من حيث المواصفات التقنيه والتبريد، لكن الشيء اللي مش هيختلف هو الكودا كورز كعدد، الرامات كحجم، ومميزات النواه الجديده. الكودا كورز في الكارت الجديد بتيجي بعدد 1408، الرقم ده اقل من الجي تي اكس 1660 تي اي ب 9% من حيث عدد الكودا كورز، ومفيش حاجه ثانيه غيرها لا ار تي كور ولا تنسور كورز. زي ما قلت ان رفاهيه الري تريسنج والاي اي الكروت الاعلى زي الار تي اكس 2060 اللي سعره بيبدا من 350 دولار. الاختلاف اللي قدمته نواه معماريه تيورينج عن نواه معماريه باسكال في كروت الجي تي اكس حاجه جديده اسمها الكونكرنت اف بي اند ان. الالعاب المتاحه حاليا عباره عن خليط ما بين عمليات حسابيه اسمها الفلوتنج بوينت اوبريشنز واوامر اسمها انتجر انستراكشنز. بعيدا بقى عن ماهيه ايه الاثنين دول دلوقتي لانهم توبكس معقده شويه ومحتاج لها حلقه لوحدها، اللي بتعمله نواه تيورينج الجديده بالظبط انها بتعالج العمليتين دول
الكروت مع بعض في نفس ذات اللحظه، فده بيخلق فرق اداء هنشوفه بعدين ما بينه وبين كارت المنافس دي من الجيل اللي فات الجي تي اكس 1060. والمفترض ان الكارت الجديد اللي هو الجي تي اكس 1660 يقدم نسبه تفوق توصل ل 50%. الشكل اللي ظهر قدامك هيبسط لك الموضوع اكتر، هتلاقي ان الجي تي اكس 1060 بيعالج الفلوتنج بوينت مره وبعد كده بيروح للانتجر ويعالجها، على عكس ان الجيل الجديد بيعالج الاثنين في وقت واحد. ودي ما كانتش الحاجة الوحيدة، في ميزة تانية اسمها الفاريبل ريت شيدنج. زي ما قلت في الحلقة دي وهقول في الحلقة اللي جاية بتاعت الجي تي اكس 1660 تي اي ان الريت ريسنج اللي بيخلق شادو وانعكاسات بتفاصيل اكتر مش موجود الا في كروت الار تي اكس، لكن انفيديا حبت تضيف نوع من انواع الواقعية على المشهد اللي هترجمه كروت زي الجي تي اكس 1660 وال 1660 تي اي. المزايا دي من معمارية تيورنج اسمها فاريبل ريت شيدنج. التقنية دي في الكروت الجديدة بتعتمد على حاجتين، كونتنت ادابتيف شيدنج والموشن ادابتيف شيدنج. لغاريتمات الاثنين دول بتقدر تخلي الجي بي يو يظبط معدل الظلال في المشهد وللاجسام اللي موجوده فيه على حسب الحركه، عشان ما يبقاش في حاجه ان المشهد يستهلك مجهود اكبر من الكارت في المعالجه، بالتالي اداء الكارت في سرعه عرض الفريمات تكون احسن من المقارن ليه من الجيل اللي فات الجي تي اكس 1060. ضيف على المميزات دي اللي هترفع من اداء الكارت في الالعاب الى جانب الستريمز، لان النوايا بتدعم انكودر انفيديا الجديد اللي بيسرع عمليه الانكودنج والديكودنج بالتعاون مع منصه او بي اس، اللي هتخليك تعمل ستريم من على جهاز واحد وهتديك زيادة في الفريمات وزيادة في جودة المحتوى المعروض. تختلف الاسعار، تختلف الاشكال للكارت، لكن تفضل المواصفات والمميزات واحده، والاهم هو مكان الكارت بين الكروت الجديده والقديمه والمنافس من شركه اي ام دي، لان على حسب تصريح انفيديا الكارت الجديد بيحل محل الجي تي اكس 1060 واسرع منه بحوالي 15%، ده للنسخه 6 جيجا، واسرع من الجي تي اكس 1060 في النسخه 3 جيجا بحوالي 30%. اما بقى قصاد الار اكس 590 من اي ام دي، ده اللي هنشوفه لما نجرب الكروت على السيستم اللي هتظهر لك مواصفاته حالا. معلش تعبت بس من الوقفه. والتجربه هتتم على دقه عرض 1080 بي على حوالي 9 العاب متقسمين ما بين العاب من نوعيه تريبل اي والعاب من نوعيه الاي سبورتس، بما ان الكروت من الفئه السعريه دي هتكون موجهه بشكل اساسي لحد بيدور على كارت سعرا مقابل اداء في النوعيه دي من الالعاب. على الالعاب من نوعيه تريبل اي او من نوعيه الاي سبورتس زي ما هتشوف في النتائج، على اعلى اعدادات وعلى دقه عرض 1080 بي، اللي مش بالضروره لازم الالعاب من نوعيه اي سبورتس تكون على اعلى اعدادات ليها، الكارت كاسر حاجز 60 فريم في الثانية الواحدة في الألعاب من النوعين إلا مترو إكسدوس وأساسنز كريد أوديسي، اللعبتين دول هيخشوا في قائمة الألعاب اللي مش أي كارت بيشغلهم. نسبة التفوق اللي محققها كارت إنفيديا الجديد على الـ 1060 من الجيل اللي فات بتوصل لـ 25%، وأنا هنا استخدمت النسخة 6 جيجا بايت من الـ 1060، وده أعلى من تصريح إنفيديا بحوالي 10%. أما المنافس ليه من AMD الـ RX 590 فنسبة التفوق كانت لصالح إنفيديا بمتوسط 4% في بعض الألعاب. لو ركزت على النتائج هتلاقي ان في احيانا تفوق لكارت ام دي واحيانا الاثنين بيتساووا مع بعض في الاداء، وفي بعض الاوقات الكارت بيعدي اداء الار اكس 590، فعلى افتراض ان الاثنين ايدنتيكال في الاداء اشتري انهي واحد فيهم؟ قبل ما نبص على الاسعار خلينا نبص لحاجه مهمه جدا وهي مستوى استهلاك الطاقه ودرجه حراره الكارت، لان المعايير دي هتصب في مصلحه اي كارت بعد الاداء وبعد السعر. طبعا كارت انفيديا الجديد ال 1660 استهلاك الطاقه ليه يقدر ب 126 واط على مستوى الضغط التقليدي طبعا لاستخدام اي شخص، ودي تعتبر النسبه الاقل بين الكروت اللي في المقارنه، واقل من كارت الار اكس 590 ب 100 واط تقريبا. ضيف على كده ان درجه حرارته تحت مستوى الضغط كانت 58 درجه للنسخه طبعا اللي معانا، ولما قارنتها بالنسخ الثانيه من الكروت واللي كانت برضو احترافيه كانت الاقل ضمن التجربه. حتى الان كل الطرق من استهلاك طاقه من درجه حراره ومن اداء تؤدي الى كون الكارت الجديد الجي تي اكس 1660 الاختيار المناسب، ما فاضلش الا السعر. على حسب كلام انفيديا سعر الكارت هيبدا من 220 دولار، والاختلاف هيكون على حسب كل نسخه من شركه معينه والتبريد اللي هتستخدمه والشركه هتكسر سرعه الكارت مصنعيا لحد فين. نسخه الكارت اللي معانا سعرها 240 دولار، المنافس ليه في الاداء هو الاي ام دي الار اكس 590، سعره نقدر نقول انه في نفس رينج السعر، لكن الاداء واستهلاك الطاقه والحراره وكمعماريه جديده مش معدله من معماريه قديمه بقالها 4 سنين، ارجح كارت
كفة الجي تي اكس 1660 على الار اكس 590. اما لو هنقارن بينه وبين الجي تي اكس 1060 فاكيد اكيد سعرا اداء ومميزات هنروح للجي تي اكس 1660. فرق السعر بين الاثنين ممكن يكون قريب لان بعض النسخ سعرها 250 اللي هو 10 دولار، وحتى ان لقيته ارخص اياك تشتريه لان فرق الاداء 25% لصالح الجي تي اكس 1660. فبالدليل القاطع لو قدامك الكارت ده اشتري لانه سعرا ممتاز جدا، اداء متفوق على الموازي ليه في السعر والبديل ليه لو حتى سعره اقل. شيل بقى الكرسي. ويبقى هنا الـ GTX 1660 هو الأفضل للفئة اللي بتدور على رينج تجميع الجهاز في حدود الـ 500 للـ 600 دولار، زي ما نشوف في حلقة جاية تجميعة للفئة الاقتصادية وهنراعي فيها على قد ما نقدر حالة الجنيه المصري. عشان كده لازم تعمل لنا سبسكرايب وتفعل الجرس بتاع النوتيفيكيشن عشان يجيلك إشعار بالحلقة الجديدة وتروح تتفرج عليها، وتسيب رأيك تحت في التعليقات وتقول لنا وجهة نظرك عشان أجادلك فيها في حلقة كاملة. وعلى فكرة ممكن تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، وما تنساش إننا عندنا قناة تانية اسمها أرتك، ممكن تعمل لا سبسكرايب. اشوفكم في الحلقه الجايه. لا لا بس انا بسهلك بس.